احنا قدمنا لائحة أولية وثم تعززنا بلائحة أخرى بلائحة ثانية. طلبنا بإدخال شركة توزيع المنتجات النفطية كشخص ثالث في هذه الدعوة، باعتبار اكو فرق بالأسعار بالمشتقات النفطية في المحافظات للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للمواطنين، فطلبناه كشخص ثالث باعتبار ما هو السند القانوني او الدستوري لهذا الفرق الموجود، فطلبوا من المحكمه انه اعطائهم مهله للرد على هذا الموضوع، واجلت المحكمه الى يوم 31/3. انتم ستقدمون لوائح اخرى خلال الجلسه المقبله؟ اكيد، من خلال ما سمعنا الى اقوال المدعى عليهم والشخص الثالث سيكون عندنا لائحه توضيحيه اكثر للمحكمه. ماذا تتوقعون سيكون الرد من المحكمه؟ نستبشر خير ان شاء الله. شكرا جزيلا.